مشاهدينا مشاهدي قناه الثانيه في كل مكان، بنرحب بحضراتكم معنا وحلقه جديده على ارض مصر. نتحدث في هذه الحلقه عن جهود الدوله في قطاع الاسكان، مشروعات الاسكان الاجتماعي على ارض مصر، المدن الذكيه ودورها في تنميه المجتمع المصري. مدن ذكيه بنظام الجيل الرابع بتغير من وجه مصر الحديثه، بتغير من وجه الجمهوريه الحديثه او الجمهوريه الجديده. بيسعدني يكون موجود معايا الكاتب الصحفي الاستاذ اشرف ادريس، اهلا بيك معانا. منورنا. اهلا وسهلا يا فندم. في قطاع الإسكان في مصر شهد تحولات جذرية منذ تولي الرئيس السيسي رئاسة مصر عام 2014، ذلك من خلال مشروعات التطوير العمراني بكافة المحافظات ومشروعات الإسكان الاجتماعي وإطلاق الرئيس مبادرة سكن أهل مصر. لذلك أصبح ملف الإسكان على رأس أولويات الحكومة المصرية، وما زالت افتتاحات المشروعات السكنية الداعمة للمواطن المصري تشهد طفرة غير مسبوقة في قطاع الإسكان في مصر. أصبح الآن في مصر 14 مدينة ذكية بنظام الجيل الرابع تغير وجه مصر العمراني والحضاري، وعلى رأسها بالتأكيد العاصمة الإدارية. شهدت الدولة المصرية على مدار 8 سنوات التوسع في إنشاء التجمعات العمرانية والإسكان الاجتماعي، وانتهت الأماكن الغير آمنة، فكرة العشوائيات اللي كانت موجودة، وهذا الملف اللي اقتحمناه بقوة أعتقد أن تم الانتهاء منه بشكل شبه نهائي. إذن خليني أرجع وأقول، كنا نعاني وعلى مدار سنوات من ما يسمى بملف العشوائيات. النهارده نتحدث عن مدن في اربع قطاعات، نتحدث عن مدن حديثه، نتحدث عن اسكان اجتماعي، عن كومباوندات مقفوله، عن مدن بتبني باحدث الطرز. مصر الحقيقه وجهها بيتغير وخاصه في مجال الاسكان. اتفضل يا فندم. انا هاخد من كلام حضرتك برضو بالنسبه لمنظومه التشييد والبنى عموما اللي طبعا اطلقها السيد الرئيس 2014، كان مبداها اللي هو نطبق او تنفيذ المخطط القومي اللي هيئه التخطيط العمراني اقرته في 2010، وبعد كده 2011 تم اعتماده بشكل مبدئي، وفي 2013 اتعمل عليه تحديث علشان نبدا الانطلاقه الاولى لمنظومه التشييد والبنى. منظومه التشييد والبنى مرتبطه بكذا حاجه. اولا مشروعات الطرق، عشان اعمل طريق كويس عشان يوصلني الوحدات السكنيه اللي موجوده في المدن الجديده او المدن اللي انا هعملها. بالتاكيد الوحدات السكنيه اللي هعملها والطرق دي عايزه مرافق وبنيه تحتيه، مرافق صرف صحي، ميه، غاز، كهرباء. ده كله المنظومه بدات من 2014 واحنا مستمرين فيها يعني حتى الان. 2014 بدانا بمشروع الاسكان الاجتماعي، تقريبا احنا طرحنا فيه حوالي لحد دلوقتي 8 اعلانات، وبعد كده تغير الحال بالطرح بتاعه لسكن لكل المصريين من خلال المبادرة التي اطلقها السيد الرئيس في 2020. طرحنا منها المرحلة الاولى وطرحنا منها المرحلة الثانية، وبعد كده قبل الطرح ده وصلنا بالضبط في بعض المحافظات وبعض المدن الجديدة والطروحات، وصلنا تقريبا ل 13 اعلان من ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي. الإسكان الاجتماعي أو قبل الإسكان الاجتماعي، فكرة الدولة نفسها لما حطت آلية وخطوط عريضة لتنفيذ منظومة تشييد وبنى على أعلى مستوى وفقا للتصميمات العالمية والهندسية، كانت أولا بإيد مصرية، وفي نفس التوقيت اللي بينفذوا المشروعات دي شركات وطنية. عندنا تقريبا اكتر من 33 الف شركه مقاولات على مستوى القطاعات كلها شغاله في المشروعات، شغالات حوالي اكتر من 80% شغالين في المشروعات دي. دخلنا من 2014 وبدانا نشتغل على الاسكان الاجتماعي. الدوله حطت منظور تاني، قالت طب انا علشان اجيب النفقات بتاعه الاسكان الاجتماعي ديت لازم اجيبها من ثلاث حاجات. اولا طرح الاراضي للمستثمرين او القطاع الخاص، بنفس التوقيت هطرح اراضي للافراد، نفس التوقيت برضو انا هعمل مشروعات بفئات اعلى من فئات محدود الدخل، غير الاسكان الاجتماعي وغير محدود الدخل. بالظبط كده. تمام. محدود الدخل او الاسكان الاجتماعي ده كان بيستهدف فئه الاقل دخلا، وهي الشريحه اللي نقدر نقول العظمى في مستوى الشعب. بعد كده دخلت منظومه تشييد البنى في تنفيذ مشروع دار مصر، وبعد كده مشروع سكن مصر، وبعد كده وصلنا لسكن لكل مصر. بتتكلم عن ديجرادي طبعا بتاع المراحل. منظومة التشييد والبنى اللي حصلت في مصر وغيرت الوجه الحضاري ليها والتنمية العمرانية اللي كانت موجودة. أنا هذكر لحضرتك رقم المخطط القومي اللي موجود كان في مصر من 2014، كان بيستهدف إن احنا نزود الرقعة العمرانية من 7
و4 من 10 تقريبا في المية من اجمال الرقعة او من اجمال مساحة مصر الى 14%. وصلنا كام بقى حضرتك؟ المخطط ده كان حاط محطوط لحد 2050. جه سيادة الرئيس ادى توجيهاته، لا انا عايز انفذ المشروع ده او المخطط ده او البلان اللي انا حاطه حتى 2030. توصل 14% بالظبط كده. طب هقول لحضرتك حاجه بقى، ان المشروعات الحاليه اللي موجوده في المدن الجديده بلغ اجمالي المساحه العمرانيه بتنفيذها 13.7% حتى 2022، واحنا لسه قدامنا 8 سنين. تمام، فمتوقع قبل ان هي الجدول الزمني ب 8 سنين. ب 8 سنين يعني حضرتك ممكن نقول لو انك انت تعمل كروس خلال سنه بالظبط كده. فالمنظومه كلها متكامله، بنية تحتية، مرافق، إسكان، في طروحات للمستثمرين والقطاع الخاص، في طروحات أراضي للأفراد اللي هو برضو الأراضي ديت. يعني خليني أقول لك على حاجة، فكرة أن يكون المشروعات السكنية يعني إيه زي ما سموها إيه بمراحل مختلفة أو بدرجات مختلفة، إلا أن أنا شايف أن الأزمة في طريقها للحل الآن. يعني ما عادش عندي حتة التكالب اليومي على الشقق. ليه؟ لأن الناس بدأت خلاص كل واحد موفر مسكنه، الدولة قدرت أنها تطرح المشروع بشكل واسع جدا جدا. اللي عاوز شقق في كومباوند مقفول الحركية كلسة بتقولي قبل التصوير تمام موجود ومتوفر، إسكان الاجتماعي ومحدود الدخل موجود، إسكان متوسط موجود، إذن كل الشرائح متاحة. بالظبط كده. النهاردة أنا شايف إن الموضوع أصبح أكثر هدوءا في التعامل حتى مع الإعلانات. اللي عاوز فعلا بيختار، بيشوف هو إمكانياته إيه، المقدمة كام، القسط كام، على مدة قد إيه. النهاردة الموضوع أصبح فيه نوع من أنواع الارتياحية. أنا تتفق أو تختلف؟ لا حضرتك أنا أتفق معك تماما. لسبب، بداية الطروحات بتاعة الإسكان الاجتماعي اللي كانت موجودة من أول الإعلان الأول لحد الإعلان الثامن كان تقريبا اللي بيتقدم عليها 3 أو 4 أضعاف الوحدات المتاحة. صحيح. في نفس التوقيت كانت وزارة الإسكان لما تيجي تطرح أراضي وده يختلف، أو هو الفئة التانية أو الفئة الأخرى من الطرح، إن أنا هطرح لك أراضي سواء إسكان اجتماعي أو إسكان مميز أو إسكان أكثر تميزا حسب الفئة اللي أنت عايز تقدم فيها. كان الأوفر كبداية طروحات بيوصل تقريبا من 300 لـ1.5 مليون حسب الفئة أو حسب مساحة الأرض أو حسب المدينة. ده الأوفر. ده الأوفر. وده يعني استشفته وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية من خلال الدراسات والأبحاث اللي بتعملها على السوق قبل الطروحات، فعرفت إن في تسارع على الوحدات على الأراضي، فعملت إيه؟ راحت مزودة طروحات. أيوه. بلغ إجمالي الطروحات بتاعة الأراضي. بمعنى المعروض والمضبوط والمضبوط يظبط معاك منظومة السعر. بيعمل بالانسي، توازن. يقدر يقول لك أنا معروض عندي كتير خلاص خد. فالنهارده هتلاقي نفسك اللي بيجري عشان قطعة أو قطعتين هيهدى تماما لما يلاقي المعروض 100 قطعة. بالظبط كده. صح، أعتقد كانت هي دي طريقة التعامل يعني. طريقة التعامل قال لك أنا الدراسات بتقول مثلا أنا لو عندي هنا طلب على 1000 قطعة. طب أنا هطرح له 2000 قطعة. تمام. وخلي 1000 دول يتقدموا، ولو في زيادة أنا هعمل له حاجة اسمها طرح تكميلي. طب دي قضت على الأوفر؟ بنسبة 90% على الأوفر برايس. يس. طب خلينا نطلع معاكم لفاصل لينا عودة مرة أخرى. شادينا لينا عودة مع حضراتكم مرة أخرى. نرجع من جديد ونشوف إزاي قدرت الدولة تتعامل مع هذه المنظومة. الحقيقة يعني لما يبقى في ضغط على الأراضي، ناس كتير عاوزة والمطروح قليل، قالت لك لا نطرح كتير، وساعتها يبقى التكالب أو الطلب المتزايد على الحاجة هيقل. ليه؟ لأن بدل ما مطلوب يعني أو المعروضة 5 قطع والمطلوب 1000، لا احنا مطلوب 1000 نعرض 2000. فهنا اصبح الامر ايه اكثر هدوءا وما بقاش في حته الاوفر اللي حضرتك كنت بتتكلم فيها. حضرتك هيئه المجتمعات اتاسست 1979. لحد 2011 تحديدا كان اجمالي طروحات الاراضي الخاصه بالافراد بمختلف الفئات بتاعتهم لم تتجاوز ال 30000 قطعه. من 2013 تحديدا او 2014 حتى 21 اجمالي الطروحات بتاعه الاراضي لفئات المجتمع المختلفه عدد كام؟ بلغت 260000 قطعه. شوفوا حضراتكم كم ضعف، داخلين على 8 أضعاف. صح تقريبا او كده. 9 أضعاف المساحات كمان. كانت بين القطعه والقطعه حسب الفئه
من 209 متر حتى 1500 متر بمختلف المدن الجديدة. حضرتك هتقدم لو الشروط تنطبق عليك ان انت تاخد ارض هيدولك ارض، لو حضرتك برضو في بالتوازي مع طروحات الوحدات السكنية للمختلف الفئات برضو اللي هي في الإسكان الاجتماعي أو سكن مصر أو جنة. بس فكرة بقى الأراضي اللي كانت بتتاخد وما يتمش عليها أعمال، يعني تاخد الأرض تركنها بقى 5 سنين وعشر سنين وبعد كده تقوم رايح بايعها وما إلى ذلك، أعتقد الأمر النهاردة مش كده خالص، يعني يعني تم إحكام هذه المنظومة بشدة، فلا ياخد أرض إما ياخد ويبني ويشتغل وفقا للجدول الزمني، يا اما يلاقي نفسه عرضه ان الارض تتاخد منه مره ثانيه. حضرتك هيئه المجتمعات العمرانيه لما تيجي تطرح ارض او اي جهه ولايه على الارض لما تيجي تطرحها بتعمل اشتراطات. تمام. اشتراطات تسعير، اشتراطات نسب بنائيه، اشتراطات كثافه سكانيه حسب المنطقه وحسب التخطيط العمراني الخاص للمكان. بكل مدينه. ممكن تحدد لك التوقيت الزمني، فيه لجنه شبه شهريا بتنزل بتعاين المشروع سواء قطعة أراضي أفراد أو مشروعات أو مشروعات خاصة، بتعمل تقرير، التقرير ده بيرفع لرئيس الجهاز، ورئيس الجهاز بيرفعه للجنة العليا اللي هي برئاسة السيد الوزير وزير الإسكان للبت في الأمر. لما تخلص مدة الاشتراطات بتاعتك أو المدة الزمنية للمشروع هيروح الجهاز أو هيئة المجتمعات العمرانية بتختر اللي هو بينفذ المشروع. تعالى انت عندك مثلا تاخير في الجدول واحد الزمني 2 3 4 او تاخير في الجدول الزمني متفق عليه. تمام. في حاجتين بقى هنا، لا اما اديك مهله مقبوله الدفع وديت حسب نسب التنفيذ في المشروع، اشتغلت 10% 20 30% لا لو حضرتك 20% 30% هتسحب من الارض، تتسحب من الارض. اقل من 35% هتسحب خلال مده قد ايه بقى؟ 4 سنين ده المتعارف. تمام تمام. اكتر من كده انا هديك مهله مدفوعه الاجر 6 شهور سنه بموافقه الوزير وفقا للجنه المخصصه لذلك. في حاجه تانية بقى، لو المشروع نفسه وصل ل 80% انا هديك مهله لمده سنه اضافيه. فوق ال 90% انا هديك مهله تطور المشروع في المده اللي انت هتحددها، خلاص المشروع كده اكتمل. يعني حسب حجم الاعمال على الارض والجدول الزمني، انت انجزت حجم اعمال قد ايه؟ زي ما قلنا كده بالنسبه المئويه 10 20 30 40 50 لغايه 80%، هنا انت بتتعامل مع الامر بجديه، هنا خلاص انا بديك مده ان انت ايه تقدر تكمل مشروعك وياخد سنه اضافيه. طب انت ما كملتش لسه 10 20 30% بيتم سحب الارض. طب الحته بقى اللي في النص هنا بموافقه الوزير وفقا ايه لجنه اشتراطات. حضرتك كمان تشجيع للاستثمار، في هيئه المجتمعات العمرانيه ما بتسيبش مستثمر عنده عراقيل. لا تعالى انت ايه المشكلة اللي عندك، انا بكل الاجراءات الادارية والتنفيذية المنوط بيها وزارة الاسكان او هيئة المجتمعات العمرانية بتخلصها له في اقرب وقت وفي اسرع وقت. التراخيص، الاشتراطات، القرارات الوزارية، ده كله بيتاخد. نفس الكلام بينطبق على الافراد بالهيئة بتديله الارض بالتصور العام والمخطط بتاعها بالوجهات، يعني ده كله محدد. الوحدات السكنيه اللي بتطرحها هيئه المجتمعات العمرانيه خلال الثمان سنوات اللي فاتت او ثمان سنوات تقريبا دي كانت كلها كامله التشطيب. ايوه. وشملت فيلات، وحدات في الابراج السكنيه زي العالمين، عند الفيلات في المنصوره والمقصد في العاصمه الاداريه، اسكان اجتماعي في تقريبا اكثر من 30 مدينه على حسب الفئات بتاعتها، الفئة الأولى الثانية الثالثة الجيل الرابع من المدن. عندي كمان سكن مصر، وفي دار مصر، وفي جنة. ده كله بيخاطب جميع الشرائح الموجودة في المجتمع حسب الدخل وحسب قدرة الإنسان اللي هو قدرتك على الدفع. بالزبط. تقدر تقسط على مدة قد إيه، أو القسط هيبقى قيمته إيه، أو المقدمة قد إيه. تفاصيل أكثر حول هذا الأمر برجع بيها لضيفي، ولكن بعد هذا الفصل. عودة مرة أخرى مع حضراتكم. طيب خلينا نكمل من جديد ونقول عندنا أكتر من مشروع، كل مشروع يناسب شريحة معينة وكل حسب إمكانياته، المقدمة كام، القسط كام، تقدر أنت تتعامل مع الأمر إزاي، على مدة قد إيه. مش عاوز أغفل في النص التاني من الحلقة إن إحنا نتكلم عن المدن الذكية، ونتكلم عن الجيل الرابع، ونتكلم عن العاصمة الإدارية وما يتم الآن في العاصمة الإدارية، يعني يغير وجه مصر الحقيقة جملة وتفصيلا. خلينا نتكلم برضو شوية عن مدن الجيل الرابع. بالنسبة لمدن الجيل الرابع هي تقريبا 14 مدينة جديدة، المرحلة الأولى منها 7 مدن جديدة، كانت العاصمة الإدارية والعالمين والمنصورة وفي أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، وفي حدائق أكتوبر،
وفي بعض المدن في الصعيد وفي بعض المدن في الدلتا. اللي حصل في ال 14 مدينه جديده دول يبنوا او البنيه الاساسيه بتاعتهم بنيه اساسيه تكنولوجيه من خلال الربط الذكي لكل المنظومه اللي هي خاصه بالتشغيل والاداره والصيانه والمراقبه وكل ما يتعلق ب يعني زي ما بيقولوا كده المواطن بيحتاجه في المدن ديت يعني متوفر له او موفر ليه البنيه التكنولوجيه. لو احنا اتكلمنا على العاصمه الاداريه، العاصمه الاداريه مؤخرا خلال الايام السابقه تم زياده مساحتها ل 237 الف فدان بدلا من 170 الف فدان. المرحله الاولى بتاعتها تقريبا 40 الف فدان. الجهات المعنيه بما فيهم وزاره الاسكان شغالين فيهم على قدم وساق، وخلاص تقريبا احنا على مشارف ان احنا ننتهي منها، والافتتاح الرسمي هيكون موجود، خاصه ان في بعض الوزارات وبعض الهيئات الحكوميه نقلت مقراتها الاساسيه لهناك بالفعل العاصمه. تمام. المرحلة الأولى بتشمل تقريبا 8 أحياء سكنية كل لغاية الـ R8 مش كده؟ بالظبط كده، من R1 لحد R8. اللي هتكلم حضرتك بقى على الجزء اللي أنا يعني بتحرك فيه من خلال تغطيتي لأخبار وزارة الإسكان. وزارة الإسكان بتعمل المنظومة بتاعت المرافق كلها اللي موجودة في المرحلة الأولى، وهي تقريبا قربت على الانتهاء يعني، او نقدر نقول انتهى منها بنسبه 90% المرحله الاولى. وكمان بتبني الR3 ده على 1200 فدان تقريبا، ده بيشمل اكتر من 24000 وحده سكنيه مختلفه النماذج والمساحات، تبدا من 100 ل 150 متر، وبخلاف موجود فيها جزء للفيلات ده اسمه مشروع المقصد، وفي احدى الشركات التابعه لهيئه المجتمعات الاقتصاديه بتقوم بتسويقه. تمام. في الفترة الحالية برضو على التوازي، وبتعمل R5 اللي هو ما يطلق عليه جاردن سيتي الجديد اللي هو موجود في العاصمة الإدارية، وده برضو بيضم حوالي 24 ألف وحدة سكنية برضو على أعلى مستوى، على أعلى مستوى. وفيه كمان منظومة يعني منظومة تكنولوجية مرتبطة بالأحياء، وحدة مركزية مرتبطة تمام بغرفة العمليات بكل حاجة بالتحديد. ليه الـ R7 دائما ليها رونق خاص؟ يعني ترى حضرتك بقى هناك يعني تمام. حسب المعلومة يعني الـ R7 والـ R8 دول مختصين أو خاصين بالمستثمرين أو القطاع الخاص، المشروعات الاستثمارية الموجودة اللي بينفذها. دايما السؤال على الـ R7 في العاصمة. الـ R7 علشان أنت عارف حضرتك العاصمة الإدارية خدت رونق كبير جدا وداعم اساسي ليها القياده السياسيه. اتسوقت تسويق صح على مستوى العالم، على مستوى الوطن العربي، على مستوى الدول الاوروبيه. فكل اللي مشاركه وزاره الاسكان في المشروعات في المعارض الخارجيه والشركات برضو اللي بتعرض مشروعاتها في الدول العربيه والدول الاجنبيه ادت اللي زي ما بقول لك كده العاصمه الاداريه بقت براند عالمي بالنسبه لهم. كل اللي بيتكلم دلوقتي انا هاخد شقه مثلا في العاصمه الاداريه، انا هاخد كذا في العاصمه الاداريه، هروح اشوف العاصمه الاداريه. بخلاف ذلك السفارات والزيارات الرسميه اللي بتطلع حي السفارات هناك بالظبط كده بتروح بتشوفوا الرونق الرهيب والمشروعات. حضرتك بتشوف في العاصمه الاداريه المشروع النهارده بنسبه تنفيذ معينه، بكره تلاقي بنفس التنفيذ معينه ثانيه. نسب التنفيذ بتختلف من يوم ليوم، جداول زمنية سريعة جدا وعلى أعلى مستوى في الأداء وفي التنفيذ في العاصمة الإدارية. أطلع معكم لفاصل ولينا عودة مرة أخرى. عودة مرة أخرى مع حضراتكم ومكملين يمكن آخر مرحلة في حلقتنا، أتحدث عن مدينة المعرفة، مدينة الثقافة والفنون، مدينة الألعاب الرياضية، الحدائق المركزية في مدينة العاصمة الإدارية. كل دي انا شايف انها مكتسبات الحقيقه، يعني شايف ان انت بتحقق اد فاليو او قيمه مضافه في العاصمه الاداريه. يجي بقى القطار الكهربائي يصل الى كل هذه المناطق بدءا من عدلي منصور زي حضرتك قلت لي الى العاصمه والى مدينه المعرفه، يعني اهميه ده النهارده اولا وجود هذه المدن ثم وصول القطار الكهربائي اليها. حضرتك علشان انا اعمل مجتمعات جديده وازود فيها الاستثمار واشجع فيها ان الناس هي تنتقل اليها وتقعد فيها، لازم اوفر له البيئه المناسبه علشان هو حياته اليوميه يعيش فيها زي اي مدينه من المدن القديمه.
القيادة السياسية وضعت أن هي تربط العاصمة الإدارية من خلال منظومة نقل ذكي. بدأت بمشروع الـ LRT ده القطار المكهرب الخفيف. أيوه. ده اللي إن شاء الله ممكن على مشارف خلاص يعني تقريبا على نهاية هذا العام يعني في كلام التشغيل التجريبي خلاص بدأ فعليا. يعني هيبدأ من عدل منصور وبعد كده هيروح العاصمة الإدارية ومن العاصمة الإدارية هيطلع على عشر من رمضان. فده بيربط العاصمة الإدارية كمحور مرتكز تنموي شرق القاهرة بكل المدن والمشروعات المحيطة والمجاورة ليها. صحيح. بيختلف عن قطار الكهرباء السريع بس عشان ناس كتير سألت عنه، لأن من الواضح أنه ده هيبقى سرعته 250 كيلو في الساعة. 410 كيلو؟ 410 كيلو في الساعة؟ في الساعة. طيب يعني حضرتك لو انت رايح من سرعة عالية جدا لو يعني انت حضرتك رايح من خلينا ناخد مسافات بعيدة هسه القاهرة الغردقة من العين السخنة من العين السخنة لحد مطروح بياخدها 3 ساعات. من العين السخنة المطروح بالظبط. القاهرة الغردقة لو هتاخد لا من القاهرة الغردقة لا هياخد من اسكندرية للشيخ زايد 45 دقيقة. ممتاز ممتاز. وهيبقى التكلفة عالية جدا ولا برضه؟ لا لسه كلها يعني في الحسبان. دلوقتي في 5 سيناريوهات بيدرسوها دلوقتي عشان تحديد التكلفة عشان منظومة الأسعار بالظبط كده. بس فيه مشروعات هتبقى على ضفتي المسار بتاعه وده ما هتقلل التكلفة إلى حد ما. وفي النهاية حضرتك بتتحدث عن منظومة حديثة للطرق في مصر، منظومة حديثة للمواصلات في مصر، حاجة حضرية على أعلى مستوى. مش هنبص بره ونقول شايف هنا عاملين إيه وهنا عاملين إيه، لا طب ما تشوف هنا في مصر إحنا عاملين إيه، عاملين إنجاز يستحق التصفيق ورفع القبعة. إذن خلينا نقول إن ما يتم الآن في المنظومة السكانية أمر أكثر من رائع. يتم التخديم على هذه المنظومة بمنظومة طرق وكباري حديثة ومنظومة مواصلات على أعلى مستوى تخلي مصر فعلا في الجمهورية الجديدة. لا أملك في ختام هذه الحلقة أن أشكر ضيف اللي صاحبني الكاتب الصحفي الأستاذ أشرف إدريس، نورتنا وشرفتنا وأضفتنا. شكرا جزيلا لحضرتك. ربنا يخليك. مشاهدينا لحد هنا نوصل معكم لختام حلقتنا، غدا فريق عمل جديد.